السلام عليكم دكتور. ألو ألو، أهلا دكتور، دكتور. سامعينك السلام سامعينك عليكم. دكتور. وعليكم وعليكم السلام. السلام. مش سامع حدا لأنه ظاهر أنه في مشكلة كان عندي بالسماعة. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. شو أخباركم؟ إن شاء الله مبسوطين. الحمد لله تمام. يعني نشكر. شلونك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم يا رب يحفظكم. طيب نبدأ إن شاء الله السيشن تاعنا، و بدي بس أنا أعمل شيرينج. بلاش أظل أنقل. أوكي، مبين عليك كل الباوربوينت سلايدز؟ مبينين دكتور. طيب تمام. استخدمت نفس التمبليت تاعك يا عرين، فسامحينا يعني لطشنا. لا، أحسابك أحسابك. الله يسلمك. طيب مين ضل من الشباب ما جاش عندنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب كلياتكم تقريبا موجودين ما شاء الله، ممتاز. ضل شذا. أوكي طيب. اليوم بدنا بس نأخذ مع بعض بعد المقدمة اللي شرحتها عنين عن الهيدن ماركوف موديل وعن الفيتيربي، شوي نتجه باتجاه البراكتيكال إيشيوز. ففي عندي الـ HTK. الـ HTK is a toolkit which is developed by engineering department in Cambridge University. طبعا هاي التولكت انا اشتغلت عليها في الدكتوراه، بس يعني بدي اقول لكم شغله، للاسف انه يعني بتشتغل عليها اليوم تشتغل، لانه اللينوكس هاي طبيعته هي فيها في تو فيرجنز، في اندر لينوكس في اندر ويندوز. بس الاندر ويندوز ما بعطيك خلينا نقول الانطباع الحقيقي شو اللي قاعد بيصير بالريكوجنايزر، بالسبيتش ريكوجنايزر. فأنا كنت أشتغل على لينوكس، كل شغلي كان على لينوكس، وهو المور باورفول سيستم كتير. يعني طبعا بالنسبة للويندوز يعتبر عملاق. يعني إذا بتتذكروا كتاب الأوبريتنج سيستم كان في ديناصورات صغيرة وفي ديناصورات عملاقة. فاليونكس، خلينا نقول يونكس مش لينوكس، هو ديناصور عملاق، والويندوز اعتبروها ديناصور صغير. الآن الـ HTK حتى تشتغل معك، لأنه في عندنا بومولش ألغوريثم، وفي عندنا راح يكون في هيفي ديوتي على المشين. اللينوكس بعطيك، لأنه بتعامل مع الستاندرد سي، بعطيك مور باورفول كنترولينج. ولو انه في بعض الاحيان احنا لازم نستخدم التيرمينال. بالبدايه راح نحتاج شويه شغلات. اول شغله حتى نزل اللينوكس، الكل معايا شباب؟ تمام. حتى اشغل اللينوكس لازم يكون معي، اللهم صل على سيدنا محمد، بدي انزله انت شو، بدي انزل شيء بنسميه الفي ام وير ورك ستيشن. انا الديسكتوب تاعتي امامكم، يعني حركاتي كلها، ولا لازم اعمل شيرينج على كل حركه؟ لا واضح يا دكتور. مرتب تمام. طبعا بدي اجي لهون.
اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أقول له هون VMware Workstation 15 طبعا داونلود و VMware Workstation Pro. هاي آخر فيرجن من ال VMware. تمام، في عندك هنا داونلود Workstation 15.5 for Windows. أوكي، تعمل لها داونلود، وفي كي جنريتر، في كراك لها موجود على النت، بإمكانك أنت تحط الكراك، وفي بعضها بدون كراك يعني على طول بتنزل هي والكي تاعها. تمام، لأن مجرد ما نزلت عندك، في عندك كونة الـ VMware Workstation، مجرد ما اشتغلتها، خليني أنا أطلع من السيستم كامل يعني على أساس بدي أطلع منه أعمل له Power Off. أوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. أوكي، وبدي أعمل Power Off، Power Off للمشين. أوكي، خليني أشغله معاكو step by step يعني. طيب، خليني أروح على الداونلود. في عندي ال VMware. ال VMware Workstation. هاي الاكسكيوشن فايل، واضح لكم؟ VMware Workstation Full 15.5.2.exe. تمام يا شباب؟ دكتور. هذا طبعا زي اي انستليشن عادي. شو الهدف من الفيرتشوال ماشين او الورك ستيشن؟ اني اشغل اللينوكس اندر ويندوز. هاي اول، هذا الهدف منها. الان بعد ما تنزلها بدك عادي تنزل الايزو ايمج للينوكس. خليني اشوف نزلته انا. طبعا حجمه كبير شويه، فبدك تنزله عن طريق اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لهون. اوكي، بدنا ندور عليه .iso. هاي الواضح لكل الملف. يوبونتو 19.10 ديسكتوب AMD 64.iso. هذا الملف بدي اشوف لكم قديش حجمه الان. تقريبا 2.29 جيجا، 229% جيجا. انا ممكن ارفع لكم اياه على الدرايف. تمام، لكن كيف نزلته عشان السرعه؟ في عندنا برنامج اسمه كيو بيت تورنت، او البي تورنت، او التورنت، كلهن برامج هاي عشان شو بتعمل عندنا. بتقسم لك الملف الكبير، ل مش بتقسمه، بتجمعه من اكثر من سيرفر وبتلمه على بعضه، فبصير عمليه التنزيل سريعه جدا حتى لو كان بالجيجا. هاي اهميه البيت تورنت، بس مش مشكله، انا ممكن نزلته وخلصت، ممكن ارفع لكم اياه على الدرايف عشان انزل اليوبونتو. انزل اليوبونتو اللي هو احد نسخ اللينوكس على الفيرتشوال ماشين، لان هاي الفيرتشوال ماشين عندي. تمام، كل ما هنالك اني بقول له هنا مثلا في ام، طبعا هون نيو فيرتشوال ماشين. نيو فيرتشوال ماشين يعني بدي انزل اوبريتنج سيستم جديد على جهازي. طبعا بجوز يعني تستغرب لما نقول له هون على طول، مجرد ما قلت له نيو فيرتشوال ماشين بقول لك وات تايب اوف كونفيجريشن دو يو وونت، تيبيكال ريكومندد. اوكي، انا بدي اياه تيبيكال. بقول لك قديش بدك ياخذ من الدرايف وشو نسميه.
طبعا انا كنت مسميه اصلا ها وقول لي زودني بالايزو فايل. الايزو فايل على طول انا زودته بالايزو فايل اللي هو تاع مين اذا لا ملاحظين؟ اليوبونتو. اليوبونتو اللي نزلته من الانترنت هذا اللي خاص باللينوكس. مجرد ما عملت نيكست على طول بنزل عندك الفيرتشوال ماشين. لا تغيرش بالسيتنجز ولا اشي يعني لانه بدك تخش بمتاهه كبيره, متاهه اللينوكس, لان يعني اللينوكس فيه شغلات كثير بحر. وبالتالي مجرد انت ما نزلت الفيرتشوال ماشين بتطلع عندك كون. لان واحد يقول لي طيب وين الويندوز؟ الويندوز موجوده ترى هيها بالباك جراوند. مش تقولوا لي فيش واحد عارف شو يعني فيرتشوال؟ يعني انا هيني بشغال على الويندوز ولكن هاي الفي ام وير هي انا شغال عليها هون, لان المشين اللي نزلتها هيها. تمام, الكل فاهم ولا ارد اعيد؟ ارد اعيد كمل دكتور. هاي الفي ام وير ورك ستيشن. انا شو نزلت عليها؟ هاي تعتبر شيل يعني زي قشره خارجيه احتضنت مين؟ احتضنت اللينوكس. تمام, اللينوكس الان نازل, نزلته. كيف نزلته؟ من فايل نيو فيرتشوال ماشين, وبعدين بتحدد الايزو فايل وببدا ينزل لك باللينوكس. ما فيش عندك مشكله, بس يكتمل بكون اسم المشين موجود هون. يعني المشين المقصود اوبريتنج سيستم, انذر اوبريتنج سيستم عدا الويندوز. الويندوز هيني هون بتنقل بين الويندوز وبتنقل على الديسكتوب تاع الويندوز, ما فيش عندي اي مشاكل. لكن انا شغلتي وين الان؟ شغلتي هون جوا الورك ستيشن. تمام, لان باجي على اليوبونتو هذا اذا عملت عليه كليك بالطريقه هاي على طول طلع لي فوق يوبونتو 64 بت باور اون ذيس فيرتشوال ماشين. شو يعني باور اون؟ زي كانك بدك تشغل جهاز جديد. معايا شباب؟ معاك دكتور, معاك. تمام, يعني لغايه الان الامور واضحه. طبعا خصائص الفيرتشوال ماشين هاي شو اعطاها؟ اعطاها 2 جيجا ميموري, بروسيسور اعطاها 1, هارد ديسك اعطاها 20 جيجا. طبعا هذولا انت بتقدر تشطبها باي لحظه هاي المشين, ما فيش عندك مشكله. يعني هاي اخذت بعض المواصفات الفيرتشوال من جهازك, ها, وطبعا تقدر تطلع منها باي وقت, تعمل لها باور اوف ولكن انت تبقى داخل الويندوز. الان مجرد ما عملت باور اون على طول بيبدا يشتغل اليوبونتو. تمام, بصبر عليه شويه حتى انه يقرا المعلومات المشين. طبعا بده شويه وقت لانه يعني كانك بتشتغل لينوكس على جهاز مستقل, ولكن انت وين موجود؟ الهوست تاعك اللي هو الويندوز. في طريقه اخرى ولكن يعني مش غلط انك انت الان تتعلم اليوبونتو او تتعلم اللينوكس, لانه معظم الريسيرش الكبير بصير على سيرفرات بعض الاحيان بتكون خارج الاردن او خارج المنطقه اللي انت بتعيش فيها. ممكن تودي شغله ريموتلي على سيرفر, ولكن بتضطر انك تستخدم اوامر اللينوكس. الان راح تلاحظوا اليونكس القديم كاوبريتنج سيستم كان كلياته اوامر زي الدوس, ولكن النسخ الحديثه منه صارت زي الويندوز, بتشبه الويندوز وطبعا مع فخامه بكثير اعلى. لان انا عامل باسورد, انا عامل المشين مسميها باسمي وعامل باسورد لي, وهاي ساين ان. مجرد ما دخلت الشاشة موجودة أمامكم, شاشة هذا مش هيك؟ الآن أنا الآن داخل اليوبونتو لينكس, هاي الريليز اللي هي ستيبل تقريبا النسخة. لو هاي كبرت لكم الشاشة, طبعا بأي وقت بدك تغادر بإمكانك تعمل exit full screen وتغادر الورك ستيشن. هاي مجموعة الورك ستيشن أمامك كون, لأن إذا بتلاحظوا
فولدرات بتشبه فولدرات الويندوز، ولكن مع اختلاف الأشكال ومع اختلاف برضو اليوتيليتيز. يعني هنا زي تطبيقات زي خلينا نقول زي الموبايل ديسبلي عندك، والسرعة طبعا يعني ما بتتخيلهاش، سرعة هائلة جدا سرعة اللينوكس. والبروسيسنج لما تكون عالية وكمبيوتيشن عالي بدك اوبريتنج سيستم يكون يعطيك باور أكثر في كل شيء اللينوكس. ولكن أنا الآن بديش أشرح عن اللينوكس بقدر ما أنا بدي أفوت على اللهم صل على سيدنا محمد على موضوع الHTK هي الآن هي اللي بتهمني. طبعاً أنا الهوم على طول شو أعطاني الهوم فولدر تاعي كالت. لما دبل كليك بفوت على الهوم فولدر تاعي ما فيش أي إشكالية. بلاحظ أنا طبعاً نزلت الHTK، ولكن أنا بدي أعمل لكم الفولدر هذا اللي هو تيم، وبدي أشيل هاي الأشياء اللي فيه تمام، وبدي أرجع مرة أخرى هون للفولدر الأصلي. الكل عارف زي كاني بتنقل بويندوز ترى تمام. ولكن ميزة اللينوكس إنه في فليكسبيليتي عالي جدا، بس طبعا مش كومباتبل مع الويندوز. يعني ما بصيرش إنك الأشياء اللي بتنفذها هون تنفذها هون، هذا موضوع مختلف تماما. الآن الفولدر هذا امتي، الآن شو بدي أساوي؟ في عندي ملفات مهمة جدا حتى إني خلينا نقول أنزل الـ HTK على اليوبونتو. في عندي الملفات HTK 3.4.1.tar.gz. إذا بتعرفوا الملفات المضغوطة بالويندو كيف بكون شكلها بالأخير؟ .rare.zip مظبوط ولا لا؟ باللينوكس الضغط .gz بالأخير تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام دكتور. أنا بعض الأحيان بحسكم نمتوا أو شغلة زي هيك أو الله أعلم. لا معك دكتور، بس ممكن حاطين ميوت عشان ما يطلعش الصوت فبتحسنا نايمين. مين اللي بسولف؟ أظني أنت اللي من هاي من شو شو يعني ما عشان ما يطلعش الصوت شو حاسك عامل ملحمي بالدار بتذبح بإخوتك أو بتسوي بشغل هايلة. طيب بسيط مش مشكلة على بركة الله. وفي ملف ثاني هذا سامبلز، طبعا احنا بهمنا هذا الملف، ولكن هذا الملف الثاني بعطيك اللهم صل على سيدنا محمد زي سامبل ريكوجنايزرز جاهزة هو عملها. لكن صحيح انه هذا هو الملف المهم جدا جدا. بدنا نجيب هذا الملف وهذا الملف برضو، ناخذهم اثنين بالشكل هذا، رايت كليك كوبي. لاحظوا كيف زي الويندوز بتتعامل، وهون رايت كليك بيست تمام. الان صاروا هذولا انا من هوم على تم رايت كليك، بدي اعمل رايت كليك. في عندي اوبن تيرمينال، اوبن تيرمينال هاي الشاشة اللي هي التيرمينال هاي مهمة جدا جدا، هاي اللي من خلالها بتنفذ أوامر اللينوكس كلها واللي راح يكون شغلك كلياته عليها. مثلا أنا موجود وين؟ أعطاني خالد at يوبونتو نقطتين n slash tem، معنى إنك أنت موجود الآن في اليوبونتو من الهوم دايركتوري تاعك على التم. بدك تشوف الملفات اللي عندك ls-lia list. ls اختصار لايش؟ list. طبعا انا معي يونكس ادمنستريتر فبعرف انه بعض الاحيان الاوامر اللي بتنكتب مين منكم بعرف لينوكس؟ محمد بتعرف لينوكس مش هيك؟ الشباب الثانيين جماعه السوفت وير وين؟ محمود العتوم بعرف على الخفيف يا دكتور. على الخفيف ما زال دوره بس يعني زمان خطه 2010 يعني المهم انه مش كل الاوامر، احنا ما بهمنا اللينوكس لكن في اوامر معينه للHTK هي اللي راح تهمنا.
مثلا الليست بعطيني ليستة بالملفات، خلينا كبر الشاشة شوية عشان تشوفوها، ليستة بالملفات اللي موجودة عندي وأنا ما فيش عندي بالدايركتوري غير الملفين اللي إحنا قبل شوي تعاملنا معاه هذول، تمام؟ الآن في هون DRWXR-X إلى آخره. طبعاً هنا في باليونكس إشي اسمه owner ويوزر وإلى آخره، وزي ما بقولوها admin وowner ويوزر. الآن لما بقول لك DRWXR معناه إنه الدايركتوري هاي، وخلينا من هاي النقطة والنقطتين لأنه هذول عشان ترجع باك للهوم، لكن ال HTK هاي .gz بقول لك read and write، يعني مسموح لك البريفليج. هذول بيعبرن عن إيش؟ عن الصلاحية اللي موجودة عندك حتى إنك تعدل على هاي الملفات أو لا. فالبريفليج اللي مسموحة إلي هون هي read and write، وهون البريفليج المسموحة إلي read and write برضو للسامبلز. الآن الدوت والدبل دوت إلهن معنى آخر، فلما تيجي أنت تقول له cd طبعاً الفراغ مهم، سلاش دوت وين وداني؟ وداني على الهوم دايركتوري، تمام؟ الهوم دايركتوري أعطاني المكان اللي كنا فيه قبل شوية إذا بتلاحظوا، والcd ترى معناها change directory، غير الدايركتوري اللي أنت فيها. ممكن إنك ترجع مرة أخرى تقول له cd، لما تقول له temp لو حطيت te وضغطت على مفتاح التاب بيكمل لك كلمة temp مباشرة. الآن رجعت مرة أخرى للمكان اللي أنت فيه. أنا ليش حطيت minus lia؟ lia عشان يعطيني الفول privilege، يعني يوضح لي شو الصلاحيات الممنوحة إلي على هاي directories. ممكن أعمل list زي ما عملت قبل شوي، هاي list، والسهم اللي لفوق او اللي لتحت مخزن فيه الاوامر اللي انت نفذتها كلها على التيرمينال على الشاشه. واذا بتحب بتكتب هيستوري، تمام، بعطيك كل الاوامر اللي نفذتها بالترتيب من لحظه دخولك على اليوبونتو للحظه خروجك لغايه اليوم. اخر يوم انا شو نفذت اي امر؟ امر الهيستوري اذا بتلاحظوا، تمام. بدك تعمل كلير للسكرين، بس قول له كلير على طول السكرين عندك بتكون فاضي. خلنا نعمل ليست الان. بدي افرط الملف الاول اللي هو تاع ال HTK هاب، تمام، اللي هو في الهيدن ماركوف موديل تول كيت. وهذا الملف طبعا سوته ديبارتمنت اوف انجينيرينج في جامعه كامبريدج، وعلى فكره هو اوبن سورس، يعني بإمكانك تفوت على السورس كود. طبعاً ما بصحكيش يعني، لأنه السورس كود يعني شيء مخيف صحيح تاع الـ HTK، لكن أنا بهمني أنزل الملفات الضرورية تاعت الـ HTK عندي، تمام، وأبدأ أشتغل عليها أشوف كيف ممكن أرتب الملف وأعمل ريكوغنايزر. فبدي أفرط الملف هذا اللي هو HTK 3.4.1.tar.gz، وممكن انا كمان ارفع لكم هذول على الدرايف واودي لكم اياهم بالايميل واعمل لكم اياهم شيرابل بحيث تنزلوهم من الدرايف تاعي. طيب عمليه الفرط باللينوكس كيف؟ تار، استخدام الامر تار، تمام. اذا مش عارف او نسيت كيف تستخدم الامر تار، بامكانك تحط مان تار. مان تار بعطيك مانيوال، المان اختصار لمانيوال، وبعطيك كل الاوبشنز اللي موجوده مع التار، شو الاوبشنز اللي ممكن تستخدمها، كيف شكل هالامر، شو هو الامر بعني ان ارشيفنج يوتيليتي، ارشفه التار، يعني يوتيليتي للارشفه، للضغط الملفات، لفرط الملفات. ففي اوبشنز كثير، تمام. اوبشن كل اوبشن شو بيساوي؟ هيا المان، بدك تطلع من المان يعني بعطيك فول مانيوال. فول مانيوال شوفوا هاي الاوبشنز كلياتها مع امر واحد في اللينكس اللي هو امر التار،
تمام؟ كيو بطلعك منه مباشرة. إذا أي أمر من أوامر اليونكس نسيته ما عليه غير تكتب مان وتحط الأمر اللي نسيت كيف شكله، كيف تستخدمه. مثلا مان الأس على طول بعطيك مانيوال ليست دايركتوري كونتنت. طبعا في معها أوبشنز كثير، وكل ما يعني مش بيجز خلص انتهى. كيو إذا ضغطت على حرف الكيو هون حشارح لك توكويت، تمام؟ فهمنا كيف يعني إذا نسيت شغلة. فأنا الآن بدي أقول له تار في أوبشنز أنا دائما بستخدمها اللي هي الـ VXF عشان يفرط لي الملفات، وبعطيه اسم الملف HTK minus 3. الآن ملفات أسماء الملفات في اللينوكس طويلة، فبعض الأحيان عشان اللهم صل على سيدنا محمد عشان يكمل عنك الجهاز اضغط على مفتاح التاب، بس على شرط انك تكتب شغلة فريدة من نوعها. يعني انا ليش كتبت HTK-3؟ لانه مش مشتركة مع الملف الثاني، فلما تضغط تاب بعرف انه انت بتقصد هاي، بيكمل لك اسم الملف من عنده، تمام؟ يعني هاي طبعا احد اليوتيليتيز السمارت اللي موجوده في 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 اليوبونتو او في اللينكس بشكل عام. مجرد ما حطيت له هاي الكوماند على طول الملفات كلها انفرطت. بس لاحظوا السرعه، لاحظتوا السرعه، السرعه يعني مش طبيعيه اللي بفرط فيها الملفات، رغم انه هاي الملفات كلياتها اذا بتلاحظوا .c.h header files and c files header files and c files. وخلينا نعمل ليست على اساس تشوف ان طبعا وين فرطها. فرطها في هاي كلير. خليني اعمل ليست. في تكونت عندي اذا بتلاحظوا دايركتوري جديده، هيني ضللت لكم اياها، شايفينها دايركتوري جديده اسمها htk. الان كل ما هنالك cd htk. الان قلت له list او list minus lia، اعطاني كل المحتويات المحتويات اللي فرطها جوا ال htk. طبعا في readme، في configuration files، في اتش هذولا مهمات جدا، ال اتش ال ام لايبرري، اتش تي كي بوك، اتش تي كي لايبرري، اتش تي كي ال في ريكورد، اتش تي كي تولز، هيا عشان تعمل ريكوردينج ال اتش تي كي ال في ريكوردينج، اتش تي كي تولز وكونفيجريشن فايلز مهمات جدا لل اتش تي كي عشان تستخدمها. الآن لسه أنا ما اكتملت عندي الصورة، لازم الآن أقول له execute. طبعاً الدوت مع forward slash بالشكل هاب تعني execute. execute يعني نفذ. نفذ ال configuration، اعمل لي configure للملفات هاي كوليات اللي موجودة هون، في لها configuration والconfiguration محفوظ بالملف، أي ملف executable اللي هو configure. فباجي أنا بقول له execute configure، على طول بعمل ببدأ بعملية الconfiguration. وإذا بتلاحظوا الآن بقول لك HTK is now ready to be built. ready طبعا أضاف الconfiguration تاعته على كل هاليوتيليتيز اللي موجودة. والآن بقول لي it is ready to be to be built. الآن أنا مضطر بقول لي حتى أعمل لها building ال HTK. هي ملفات معمولة بالسي يا شباب، وملفات معمولة بالستاندرد سي. وبتعرفوا أنتوا الستاندرد سي وكلياتها عبارة عن .c files and .h files headers. هيدر فايلز يعني لايبرريز زائد سي دوت سي فايلز يعني ملفات السورس كود. وبالتالي لازم ينعملها كومبايليشن،
وتربط كلياتها مع بعض. عملية الكومبايليشن والربط مع بعض بيتم عن طريق إيش؟ عن طريق الميك أول، يعني بدك تنفذ الأمر ميك أول. طبعاً الميك أول الآن بيبدأ يعمل عملية كومبايليشن لكل، بمسكن واحد واحد، كل شيء دوت سي، ها؟ كل شيء دوت سي، وبيبدأ يعمل له كومبايليشن. الآن طبعاً إذا بلاحظ لما يكون عندي بهذا الشكل في بكون في عندي مشكلة بالبيلدينج، تمام؟ وبالتالي هاي المشكلة في البيلدينج أنا حليتها، راح أودي لكم الحل تاعها، بس يعني أنا هون بديش يعني أخوض في الحل تاعها، بس بقول لك نفذ الأمر الفلاني على طول بتخلص، وبعديها بتعمل ميك أول بتخلص من الموضوع كلياته. لسه هون ما انتهيناش ترى، بعد الميك أول بدك تضطر شو تعمل. طبعا الناتج اللي راح يطلع معك هو دوت اكسكيوتابل فايل النهايه تاعته دوت او، دوت او يعني يو كان اكسكيوتد، اتس ان اوبجكت فايل ات كود بي اكسكيوتد، تمام. الان في ظل عندي شغله مهمه جدا اللي هي ميك انستال بعد الميك اول، هيا عشان يكتمل. ها في شوف شو كتب لي هون بعد ما عملنا اكسكيوت للكونفيجريشن، كتب لي type make all to build the HTK libraries then make install to install them. إذن make all بتعمل building للibraries، بتعمل لها compilation، والmake installation بتعمل لها تحميل على الـ على library. إذن على طول بعد ما يكتمل make all، طبعا مش راح يعطيك هاي warnings، أنا بأودي لك كيف الخلاص منها. بتقول لي بتقول له make install، طبعا هون كمان راح يظهر شويه مشاكل لانه انا اصلا عمليه البيلدينج عندي ما كانت مزبوطه، لكن انا عملت فيرجن، وهذا طبعا يعني الصحيح بعد يعني ما اكتشفت هذا، وبودي لكم الحل يعني الخطوات مكتوبه. فعملت فيرجن جاهز، خلاص جهزته، يعني انا بدي اطلع الان اقول هيك. انا يعني اذا بلاحظ لما طلعت من التيرمينال بإمكان أحط التيرمينال على الشمال، هاي التيرمينال وين صارت؟ هاي هون، أرجع لها بأي وقت، تمام؟ بإمكان أحطها هون وأرجع لها بأي وقت، تمام؟ إذا بلاحظ إنه اللهم صل على سيدنا محمد، إنه التيمب فايل صار في عندي HTK هون، وصارت كل هالملفات مالها موجودة هون إذا بتلاحظوا، تمام؟ تمام معايا يا شباب لغاية الآن؟ معك دكتور، تمام. طيب انا التيمب هذا معك دكتور، معك تمام. التيمب هذا بس عشان اجرب امامكم يعني شو اللي سويناه. ها الملفين هذول بزودكم فيهن، تمام، ولكن انا عملت ال HTK تاعتي هون، وال HTK تاعتي جاهزه، يعني ال الهاي ليست، اللايبرز مبنية بشكل سليم، كل شيء مبني بشكل سليم. طبعا المشكلة هاي مشكلة البيلدينج تغلبت عليها، بس أنا الآن الكوماند بتفاصيله اللي حطيته مش ذاكره، بدي عشان أودي لكم إياه تحطوه زي ما هو، يعني ما تغلبوش حالكم. طيب الآن بما أني بنيت الـ HTK وهاي كل الملفات تاعتها جاهزة الآن لأني أعمل ريكوغنايزر على الـ HTK. طبعاً في عندي اللهم صلي على سيدنا محمد، خلينا نقول HTK سامبلز، بس أنا السامبلز وين حطيتهم؟ خليني أشوف ليست، في عندي سامبلز، ها شايفين هاي ليست على الهوم دايركتوري ls minus lia، تمام. في عندي دايركتوري اسمها سامبلز، ها هاي فيها ريكوجنايزرز، فيها ريكوجنايزرز جاهزه،
يعني معمولة جاهزة ما علي غير أنا أنفذ تمام كسامبل. لكن لا إحنا رح أنا رح أطلب منكم تعمل ريكوجنايزر خاص فيك وبدك وبس رح أزودك بالويب فايلز رح أزودك بكل إشي بس خلينا نقول هذا السامبلز مجهزين إياهن أو الجامعة نفسها الانجينيرينج ديبارتمنت مجهزين لك سامبلز عشان تعرف كيف اللهم صل على سيدنا محمد تنفذ الأوامر أو تعمل إكسيكيوت وتشوف الورد إيرور ريت وتشتغل عندك الأتش الهيدن ماركوف موديل الفيتيربي ألغوريثم البومنش كل حاجة. خليني بس أوريكو اللهم صل على سيدنا محمد أخش للسامبل سي دي سامبلز هاي السامبلز طبعا في عندك هون من السامبلز هاي كلير على اساس تكون واضحه الامور الكو هاي ليست ماينس ال اي اي في عندي من السامبلز انا الان موجود في السامبلز في عندي اتش تي كي ديمو اتش تي كي ديمو مش عارف انا اوكي قديش ضايل على دقيقتين اوكي في اتش تي كي ديمو لو جيت قلت له سي دي اتش تي كي او عفوا طبعا لازم المناسبه لينوكس كيس سنسيتيف يعني حساس لحاله الاحرف اتش تي كي دي وبعدين اخليه يكمل هو هاي ليست في عندي مجموعه من الملفات مثل ران ديمو تيست داتا تيست تريننج تريننج سكرين ريزلتس ران ديمو دوت بي ال هاي بتهمني شايفين طبعا اللي في اللينوكس بيجي معاه بيرل تعرفوا البيرل البيرل لانجويج نعم سمعتوا عن البيرل نعم طيب مش مهم البيرل لانجويج لغة قوية جدا تستخدم في كسكريبت سكريبت لانجويج وبتساعدك للتحكم باللينوكس بشكل هائل جدا وبتقدر تعمل السكريبت تاعك بحيث انه تعمل يعني عجائب بالبرل وعلى العموم هاي البرنامج جاهز اصلا اوتوماتيكلي بزودك في اليوبنتو مش راح تحتاج تكتب اي سكريبت بالبرل لكن خليني ارجع مع بعض نرجع للهيستوري وبدي اطول كيف انا نفذت السامبل في عندي هون اللهم صل على سيدنا محمد عندي هذا الأمر كنت أنفذ فيه لما كنت أجهز الكل المحاضرة بس بدي أشيله لأنه إنك الأوامر بعض الأحيان وأنت تكتب فيها شوفوا ليش اللينوكس بزودك بهيستوري لأنه بعض الأحيان بتكتب أوامر بترجع بتنساها وسريع جدا إنك تنسى سريع جدا إنك تنسى والأوامر هي اللي بتعطيك كنترول يعني الشاشات والديسكتوب هاي ما بتعطيك كنترول زي ما بعطيك الـ الأوامر أنا آسف طيب نرجع هاي سي دي كولون نرجع لهون كمان سي دي كولون ليست